فتعالي جزاه الله خيرا اقول له مرحبا بك في مدينتك ومرحبا بك. وان شاء الله تعالى لازلنا نستقبل قراء مشايخ جمرة العلام. سيكون ان شاء الله بحمده تعالى معنا المقرئ السيد عبد الصمد البراكش ان شاء الله تعالى نكون في الموعد. جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. وأنا كذلك أرحب بإخواني وأنا واحد منهم، وإخواني أجبت دعوتهم لأني أحبهم، والحمد لله عندما يكون المؤمن بين إخوانه إنه يحس بدفء لا يحس به احد غيره. لهذا نسال الله عز وجل ان تكون قلوبنا كلها جميعا موحده مفعله بحب الله تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا جميعا. وشكرا لكم جميعا على الدعوه والاستضافه. والله لا يضيع اجر من احسن عمل. Thank you.
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء سمع الله لمن أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها
يكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله Amen.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى وما أنت بهذه العمي عن ضلالتك
وإليك يرجع الأمر كله، علانية
وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا سوء وشر ما
المسلمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحمهم في هذا الشهر المبارك العظيم. اللهم انزل عليهم شهادة برحمتك. اللهم وسع لهم في قبورهم. اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة. اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة. اللهم إن كرمك واسع ورحمتك واسعة فلا تنتزعه رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فما نسألك يا الله إلى ذا الجلال والإكرام أن تشفي جميع أرض المسلمين. اللهم اشفي جميع أرض المسلمين. اللهم اشفي جميع أرض المسلمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعطي لكل عبد في هذا المجمع ما نوى. اللهم أعطهم ما تمنوا. اللهم أعطهم جميعا ما تمنوا وفوق ما تمنوا فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا أنت الحليم العظيم. لا إله إلا أنت الحليم العظيم. لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعن علينا. اللهم أعن علينا رمضان أياما عديدة وأعمارا مديدة. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان حتى نعيش في صيام وقيام وذكر. يا الله يا كريم يا ودود يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. اللهم اعط لكل عبد سؤله. اللهم اقض حوائجهم واستر عيوبهم ونفس وهمهم وارحم ميتهم واشف مريضهم واطلق سراح سجينهم يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اللهم اقر اعيننا لكل من نحب من اهالينا وذوينا. اللهم اقر اعيننا بهم واقر اعينهم بنا. يا الله اجعلنا اخوانا على صور متقابلين في الدنيا والآخرة. واختم لنا شهر رمضان بالعتق من النار. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله الذي هدانا لهذا وما كنا لهتدي لولا أن هدانا الله.
اللهم الحمد ربنا تقبل من الصلاة والصيام وحشرنا في جمرة أيامنا سبحان ربك العزة